ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مرمون بالظروف. واللعبة واضحة باختصار، بين الكبار وبين الصغار، في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر، دغري ومشينا على عمى، واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل لما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار، بين الكبار وبين الصغار، في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. ايه الباشا الله يرحمه كان كاتم على نفسك، فما صدقتي خلصتي منه عشان تعيشي حياتك؟ همه تقيل، الله يكون في عونه. لا ما انت مش واخد بالك، وانا لما عرفت دواك وشفت اللي زيك انه ما يجيش غير بالسكه على دماغه، نفسي اتفتحت للدنيا قوي يا شكري. بقول لك ايه، اؤمر امر. غيري هدومك، خلينا نخرج من المكان ده. انا مخنوق، عايز ادردش معاكي شويه. عينيا، 5 دقايق واكون جاهزه. اديك الفرصه دي اديها لك، عارفه ليه؟ عشان انت بنت مفعوصه وتافهه ومالكيش اي قيمه عندي. ميرفت راحت مع مين؟
فتحي يا دي النيلة، أول ما سمع سيرة فتحي جه على أبوه وغير رأيه. يا ترى في إيه؟ ما تريح دماغك بقى منه يا سليم وتنساه، أهو راح بخير وبشر. والله عندك حق، مين خالد ده كمان اللي يشغل دماغ سليم البستاني؟ اسم الله عليك، كده صح. هو احنا مش اتفقنا قبل كده اني احلم واتعشم زي ما انا عاوزة، وانت في الاخر تعمل اللي انت عاوزه؟ انا قلت انك عقلتي وعرفتي خلاص ان انا ما بقاش فيها رجا. يا اخي ما تسيبني اتعشم، حتى العشم استخسروا فيا. لا لا، عاش ولكن اني استخسر فيك حاجه يا مرفت. تعشمي براحتك، تعشمي براحتك، اشبعي عشم. مره واحد احوال ما تقول ده فلو. حلوه دي، لا مؤاخذه يا اخويا، اتفضل. انا قلت كده يا اخويا. قلت ايه؟ حرام عليك، بتسي رصاصه من البرد. رصاصتي اخسى عليا، ينفع كده؟ ولا يهمك، ما هو الحب بهدله. طب يلا بقى عشان بلاش بهدله قدام الناس. ميرفت بعتك الليله دي كمان؟ يا اخويا حقها، ما هو من لا احبابه نسى اصحابه. ها واللي اسمه فتحي بقى ده هيفضل مربط لها كتير ولا ايه؟ يا دي النيله يا اخويا، احنا مالنا ومالهم؟ الله يسهل لهم. بقول لك ايه، انا موحوحه ووقع على الاخر، ما لقيش عندك حاجات تتاكل؟ هناكل ونشرب ونعمل كل اللي احنا عايزينه، بس اصبر على نفسك شويه. قولي لي اللي اسمه فتحي ده خد ميرفت وراح بيها على فين؟ ها؟ بقول لك ايه يا باشا، شغل المباحث اللي على المداري ده ما ياكلش معايا، فقصر وهات من الاخر. لا لا لا، مباحث يا بنت وزفت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما خلاص انا قلت لك ربنا تاب عليا. وبعدين ما انت عارفه ان ميرفت داخله مزاجي شويه، فمن الفتره للتانيه بقلب كده بشوف اخبارها ايه. ايه اللي حصل يعني؟ العب غيرها يا اخويا، اصل انا يا اخويا عالمه، واللي عالمه عالمه بكل حاجه. وعلى فكره البت ميرفت هرشه انك بتعس وراها هي وفتحي، ومواصياني بقى ما تلزقش معاك بالكلام. ليه بقى يا حبيبتي؟ هي خايفة من حاجة إن شاء الله؟ يا أخويا بلاويها كتير هي وحبيب قلبها، وأنا بقى يا أخويا بنت غلبانة ماليش فيهم. والنبي يا باشا أنا ماشية جنب الحيط ومش عايزة أتأذي منهم، لحسن البت ميرفت دي قرصتها والقبر. جرى يا بت في إيه؟ يا بت سكر، أنت هتعملي فيلم عليها أنت وميرفت وتصدقيه ولا إيه؟ فوق يا بت أمال. بص يا باشا، أنا عزك أدف دباديبك أهين، لكن أتأذي بسببك؟ لا يا اخويا كده عيب عليك. بعدين خلاص ولا قبليه؟ حنت لي شغل الحكومه تاني ورجعت له امين، فطمني على الحوار ولغيك وتلغين، بس ابقى على نور وتحميني من شره. غير كده يا اخويا شد البلاستر وقفل على الموضوع، اسلمني واسلم لك. شد البلاستر، ماشي يا ستي. أم فز يلا اعمل لنا لقمة نطفعها في الليلة السودة اللي احنا فيها دي. أهو ده الكلام يا غالي. ثواني هقوم أغير هدومي وأجهز لك عشوة ملوكي. كانت سهرة جميلة.
فعلا كانت سهرة جميلة بس احلم فيها عارف ان شوفي مشي وقفاي قمر هش انا وعدت قدام حضرتك اني انا شخصيا حربيه. سيبك بقى من حكايه انك تربيه دي، عايزك تشوف لي ايه حكايته مع دريه دي، لانه واضح جدا انه الفتره الجايه هيبتدي يلعبني هو ده الكارت بتاعه. لا ما يقدرش يعملوا حاجه طول ما انا جنبك. طمني. ثانك يو. تصبح على خير. لا استني كده، ويت. تصبح على خير ده ايه؟ معقول احنا بعد السهره الجميله اللي كنا سهرانينها دي كل واحد يروح في حته اخر الليل لوحده؟ يعني مش فاهم. كلامي واضح جدا. خلاص يا سيدي اعتبرني ست غبية. عمرك في حياتك ما شفت ستات أغبية خالص؟ لا مش ست غبية أبدا، أنت ذكية جدا وفاهمة كل حاجة. أنا مش فايقة أخش في الموضوع على طول. نتجوز. نتجوز؟ على طول كده؟ أنا طمعان في حاجة أبداً ولا بأي حاجة، بس أنا طمعان إن أنا أبقى قريب منك. بس بص بقى أنا جاية مبسوطة من برا أوي. بس مفيش دماغ أتكلم أصلاً ولا شايفة ولا سامعة ولا أي حاجة، وده موضوع لازم نتكلم فيه على رواق. صحيح لذلك احنا عشان كده نأجل الموضوع ده نتكلم فيه بعدين، بس مش هنتأخر كتير في الموضوع ده. يعني يلا تصبح على خير. باي. لافي امرو. ثانك يو. نايت. باي. حنان ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ لا ابدا، انا كنت نايمه من بدري، بس لما سمعت صوتك قلت اطلع اشوفك لو محتاجه حاجه اعملها لك. لا ميرسي، ربنا يخليكي ليا. ام حنان، النهارده انا سهرت سهره سوبر، سهره تجنن كانت عايزاكي. بصي بقى، انا بفكر اخدك معايا تفكي تسهري سهره من دول هتخليكي تبقي بني ادمه تانيه خالص. ومين قالك ان انا عايزه ابقى بني ادمه تانية خالص؟ خلاص ما تزعليش قوي كده، كل ده مش حلو. انا هسهر سهره تخليني واحده تانية وثالثه ورابعه وخمسه. باي. معقوله دي نوران؟ نتجوز. اتجوز وماله؟ اتجوز بس المرة دي هتبقى على طريقتي، عشان تبقى التالتة تبتة. شفت يا فتحي؟ مفيش حد في البيت، ادخل. ايوه انا ايه اللي جابني معاك هنا؟ انا المفروض امشي عشان انا، سيبيني اروح. انا بقى كنت عايزني اسيبك وانت في الحاله دي، معقول؟ حاله ايه؟ انا زي الفل اهو يا سيدي. بتلكك ايه؟ عاوز افضل جنبك. لا ما فهمتك، خف عليا. خف عليا انت مره واحده في حياتك، وحط في عينك حصوه ملح. يا لعبك يا ميرفت. يا فتحي احنا بتوع بعض، صدقني
وزي ما الزمن لطمنا قادر يرجعنا تاني لبعض، بس احنا نلبي. حلوة اللبي دي. لا عجبتني. عجبتك؟ طب تعالى. ايه فين؟ انا فين؟ تغير هدومك وتريح جسمك شوية وتنسى الهم عشان ينساك. ايوه فهميني بس. أنا سمعت كلامك في اللحظة. تعالى بس تعالى. أنا كان لازم أمشي. أنا مش هينفع. أنا طمنت عليك هنا أهو. أنا أمشي. أنا أمشي عشان مش هينفع. بقى يا فتحي اعمل ايه؟ طيب العشق ده لعنه مجازفه. بعدين كلها اني بعشقها ما اقدرش اعيش من غيرها. أكيد صعبت عليك ورجعت يا فتحي. أكيد ما حبكيش وانت كده. استهدي بالله يا مرايا، المرة دي ما تغني معرفة سكتها كويس وهتخيش صح. تروقي وتستهدي بالله، احنا حبايب. قلت ايه يا مرايا؟ وليك عين تيجي لحد هنا بعد اللي عملته فيا؟ انت ايه؟
فقت لنفسك وحنت لي شغل المباحث ورجعت له فطمني. تحميني من شرهم ولغيك وتلغيني، بس تبقى على نور، غير كده يا اخويا قفل على المواضيع. اسلم لك واسلم لي. ما بنت لي يا سكرة ورديها سهلي. يا بنت اللي هي سكرة، والله فكرة، فكرة حلوة كمان، تستاهل الواحد يضربها في دماغه. يمكن. وليك عين تيجي لحد هنا وتوريني خلقتك بعد اللي عملته فيا يا واطي؟ خد راحتك، اشتمي فيا زي ما انت عايزة، حقك. تصدق باللي خلقك؟ انا عمري ما عملت حاجة وندمت عليها غير اللي عملته معاك يا قرايا. كانت ساعة شيطان بقى وراحت لحالها. ده انت الشيطان نفسه. مقبولة منك يا قرايا. وعرفت عنوان بيتي الجديد منين؟ ولا كنت قاطرني؟ شفتك وانت خارجة من الكباريه انت وفتحي، قلت هذا غنيمة قطرهم؟ لا، فتحي هيهرش. مشيت حالي مع ابن الحلال اللي دلنا على سكتك. اهو اللي عمل كده اوطى منك. وحشيتني منغشيتك يا امرايا. اخلص، ايه اللي حدفك عليا؟ لا بالحق، هو فتحي وصلك وخرج على ملا وشه كده ليه؟ اكيد حاول يتحمرش بيكي، وانت صدتيه وبهدلتيه. ما انا عارفك ومجربك، ما تحبيش الشمال. انا مش طايقه اشوف خلقتك، هات اخرك يا وش المصايب. عايز ايه في الليله السودا دي؟ الناس اللي مشغلينك عصفوره على فتحي بعتني اعرف اخباره منك. عصفاري براحتك، الدار امان. ناس ايه؟ انت بتخرف تقول ايه؟ لا عيب عليك، انت عارفه ان طول عمري ماليش في التخريف والهلفطه. وبعدين ده احنا ساتر وغطى على بعض. بأمرت ايه لما بعتني على اول ناصيه؟ خلاص بقى، كانت ساعه شيطان وراحت لحالها. انا حتى غزيتك بحنيه، يعني من ورا قلبي. إلهي تتشك في قلبك يا بعيد. بقول لك ايه يا غنيم، انا لا شفتك ولا شفتني، يعني تروح لحالك وتسيبني في حالي وانا مسامحه يا سيدي على اللي حصل زمان. يا هي مسامحه دي راحت ضميري على الاخر، لكن اروح لحالي ما كانش نعزه يا مرايا. يعني ايه؟ يعني شكل سكتنا هترجع تبقى واحده، والمصالح بتتصالح. وزي ما وقعت في الناس اللي زبطتيهم، انا كمان وقعت فيهم وزبطتهم. وانا جايلك الليله في التظبيطه اليافته اللي هتغنينا طول العمر. وتفتكر ممكن اعمل لك تاني ليه؟ دق عصافير. انت لازم تامنيلي وتمشي معايا على هوايا يا امرايا. ايه بالعافيه؟ لا 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 لا، شغل العافيه والغشم ده انا ودعته من زمان. بلاش يجيب همه. ما هو بالرضا عمره ما هيحصل. خلاص، احنا ناخد رأي فتحي ونشوف هيشور علينا بإيه في الليلة دي. مش فاهمة. ألاغي فتحي إنك نضرجي عليه وإنك السبب في خطف حبيبة قلبه. فتحي لو صدق الدنيا كلها عمره ما يصدقك أنت بالذات. العب غيرها يا غنيم. خلاص، نجرب ونشوف إذا كنت هعرف أثبت له ولا لأ. بس خدي بالك، لو عرفت اثبت له فتحي مش هيرحمك، وانا افضل بعيد عايش حياتي زعلان على شبابك اللي راح حضر، ويمكن ارجع للشقاوه والغشوميه وانت يملك. ايه المصلحه اللي انت عاوزني فيها يا غنيم؟ احبك وانت عارفه مصلحتك فينا يا امرايا. امسك يا فتحي، اشرب القهوة دي يمكن تفوقك.
قمر الدين اللي انت طفحته. بقول لك يا سيزفت، انا مش ناقص، كويس ان انا عارف اتكلم كلمتين على بعض وعارف اصله بطولي. انا اللي شفته يهد جبال. انت مش عاجبني يا فتحي، بصراحه اول مره اكون خارج معاك في عمليه وانا مش مطمن. الخلاصه تربو، الخلاصه يا صاحبي انك لازم تفوق لنفسك وتركز عشان ما نضيعش. انا اسيبها لك مخدره واشرب القهوه. استنى يا فتحي. خلاص يا تربو، خلاص وصلت المعلومه. انا عارف ان انت بتقول كده عشان خايف عليا، حتى مش خايف على نفسك. وانا وعدك يا صاحبي من هنا ورايح اركز وافوق للعمليه لغايه ما تخلص على خير. بس اهم حاجه تبقى انت وبهجت جاهزين. انا وبهجت جاهزين، بس اهم حاجه بقى ان انت يا فتحي اللي تكون جاهز ومركز، عشان يا صاحبي المره دي دور الشطرنج صعب قوي، ولازم الملك يكون شادد حيله. عارف يا تربو، طلع موضوع الملك ده كدبه كبيره قوي. بعد ما دور الشطرنج بيخلص كل قطعه بتتلم في علبه واحده، والملك بيبقى زي العسكري في الآخر، لا حول لي ولا قوة. أول مرة يا فتحي يزدان أسمعك بتتكلم بالطريقة دي. من غلب يا صاحبي. طب لو قلت لك إن عندي نقلة حلوة قوي هتغير مجرى الدور؟ يا تربو يا جامد، قول خير. طب يا لخص، برهان الديب يا فتحي فاكرها؟ ومين ينساها؟ هي ولا ابوها ولا جوزها الله يرحمه طارق الرفاعي الظابط. الدكتور بقى واخدها تحت باطه اليومين دول، واللي ما يعرفوش ياخدوا منها بالعافيه بعد ما انت اديت الورق لطارق واتفقت معاها ورجعت لها بنتها. هو بقى ابن اللئيمه هياخدوا منها بالتراضي وبكل سهوله يا فتحي. ازاي تربو؟ شركه الحراسه بتاعته بقت هي المسؤوله عن حراستها، ومش هي بس، عن حراسه مجموعه الديب كلها. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا تربو؟ عيب عليك يا فتحي، تحريات ماهر تربو ما تخرش الميه، وانا متاكد من الكلام ده زي ما انا متاكد انك قاعد قدامي بالظبط. النقلة دي لا كانت على البال ولا على الخاطر. يعني النقلة دي هتخدم الدور يا فتحي؟ على حسب مين هيحركها صح. احنا ولا الدكتور اللي اسمه رفيق؟ امال انت عايز ايه بالظبط يا غنيم؟ الغندور فتحي رقبته؟ ما انا قلت لك ان بطلت شغل الغشم من زمان، مش عايزه تصدقيني ليه يا مرايا؟ امال انت عايز ايه من الغندور؟ اطلب لك ايده ولا وفق راسين في الحلال؟ مش سكتها يا مرايا. هات اخرك يا غنيم، اكشف ورقك.
سكك الغندور. مش فاهمة. الجماعة اللي انا وانت بنشتغل لحسابهم دلوقتي مكلفين فتحي بعملية، وفتحي ما وقعش الا واقف، والعالم دي عالم دفيعة. عايز اعرف كل حاجة عن العملية دي، معادها، ترتيبها، سكتها، كل حاجة تقدري تعرفيها. وتفتكر فتحي هيقولي على كل حاجة بسهولة كده؟ ده يلعب بالبيضة والحجر وسره دايما في عبه. بس انت برضو الأمراية ومش هتغلابي وهتلاقي سكة. مش قوي كده، وخصوصا ان فتحي مقروس مني وكله كان على ايدك. اتصرفي، اتصرفي بقى من فتحي، من الجماعة، من الجن الازرق، ماليش فيه. بس انت قرحة برضو وهتعرفي تتصرفي وهتلاقي سكة. وان ما لقيتش يا غنيم، عقلك في راسك تعرفي خلاصك، ونشوف بقى فتحي لو عرف انك نضرجي عليها هيعمل ايه. وانا لو نفذت طلبك هستفيد ايه؟ وما تقوليش ان هتقي شرك وشر الغندور. ما بقاش ياكل يا حبيبي، لا نعيش عيشه فل، لا نموت احنا الكل، وانا مستبيعه. ما بلاش سيره الموت والفال الوحش ده. وعشان اريحك، ما بلاش تريحني دي عشان بتقلب بغم. عيب عليك، ده انا ناوي المره دي اريحك بجد وبغددك. لو مشيتي على هوايا هعكمك تعكيم ما صح، وهبرة ما كنتش تحلمي بيها. يبقى ترمي بيضك الأول عشان انت بياع كلام وملكش أمان. بس أنا ما معيش دلوقتي أمرايا، ما تخليها في وقتها لما نلها في الهبرة وبعدين أقفش وأبيجك. اللي معهوش ما يلزموش. الله 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 الله، هي بقت كده؟ عربون اتفاق. بل ريق يا أخي عشان اعرف انك هتصدق المره دي. ماشي، بس هيبقى الجوده بالموجود. وماله، اهو ترمي بيضك والسلام عشان امشي على هواك وانا مطمن. ماشي يا امراي، من حقك تطمني. هغيب كام يوم وارجع لك ابل لي ريقك، ويا ريت ساعتها يبقى عندك اخبار تبلي بيها ريقي. من بكره هشغل التفانين وهعسلك على سككه عشان زي ما انت بتقول مش هغلب. اموت انا في التفانين؟ موت بعيد عني يا خفيف، احنا اللي بينا مصلحه وبس، والمشروطه محطوطه. ما تنساش تاخد الباب في ايديك، خد لك سكه بقى. وماله، اخد الباب، اخد الشباك، ما دام ترضينا يبقى خلاص. تتصبحي بالخير يا مرايا، اشوفك امس. على الشر يا غنيم والبادي اصلا. الموازين مقلوب على طول والبني
ابنين مش بالمعدول داخلين في ريان منهي وخلصان فيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش مش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بيني يا سواد وبيني يا بياض واللي بيصطاد بكره هيتصاد ما تخافش ضرر